السلام عليكم ورحمة الله. مضاهات الخشب أو تجزيع الخشب من التقنيات القديمة جدا، ولكن بدأت تعود تاني في مجال الديكور. تعالوا نتعرف على طريقة تنفيذها. النهاردة هنشتغل على خشب الـ MDF. الخشب اللي بتشتغل عليه لازم يكون مستوي، لو في أي ثقوب أو لحمات هتتمعجن وتصنفر ويبقى السطح بتاعك مستوي تماما. بعد كده هنحتاج للكاوتشة دي اسمها كاوتشة التجزيع او التخشيب. الكاوتشة دي بتلاقيها عند الموان. المقاسين دول بيتباعوا مع بعض، سعرهم تقريبا دلوقتي من 80 الى 100 جنيه. طبعا الاسعار بتكون متغيرة وقابلة للزيادة. انا هنا قسمت الخشب لاربع اماكن عشان هنعمل اربع عينات باربع الوان مختلفة. هجيب طبعا دهان زيتي لكيه ورولة تكون طبعا رولة زيتي، وبعدين هنبدأ ندهن الأرضية ونغير الألوان عشان نشوف في الآخر نتيجة عاملة ازاي. كده احنا دهنا البطانة باللون المطلوب واصبحت تامة الجفاف زي ما احنا شايفين. نبدأ بعد كده بقى نحط اللون اللي هنجزعه بالكاوتشة. طبعا هنا دهنت الدهان الزيتي، اقول لك ايه، مجرد ما دهنته بيبدأ هو يشد. بعد كده هنمسك الكاوتشة نبدأ نسحبها، واحنا بنسحبها هنحركها بالشكل ده. دي كده النتيجة. العينة التانية هدهن فيها لون مصفر شوية. طبعا انا عامل دي كده ببطء شوية، تعالوا نجربها تاني كده ونسرع ايدنا. طبعا الكاوتش الصغيرة هي نفسها الكبيرة، ولكن اصغر الخطوط اصغر شوية. تعالوا نجربها كده. طبعا انا هنا بعمل اكتر من محاولة، فطبعا لو انت بتجزع وتجزيعة الخشب مش مظبوطة بترجع تعيدها تاني. طبعا الكاوتشة وظيفتها ان هي بتمسح اللون، فبيظهر الخطوط او الياف الخشب زي ما احنا شايفين كده. دي كده النتيجة. طبعا طريقة سهلة جدا، الطريقة دي عتيقة جدا وقديمة، ولكن بدأت ترجع تاني في أعمال الديكور وبدأت تكون لها نشاط ملحوظ دلوقتي، فتقدر بسهولة جدا تنفذها في بيتك. والطريقة أعتقد إن هي سهلة جدا وما فيهاش أي مشكلة. دعواتكم لنا بالتوفيق، اللهم اجزنا جميعا خير الدنيا والآخرة. وهسيب لكم في صندوق الوصف قائمة كاملة عن الدهانات، تقدر إن شاء الله تدخل عليها ويكون فيها استفادة. والسلام عليكم ورحمة الله.